الأقدار أنقذت ميساء آدم من أن تكون في أعداد الأموات. كانت تلجأ يوميا إلى جسر طيبة مع مئات المواطنين من الشظايا والقذائف التي كانت تسقط في منازلهم إثر الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع بجنوب دارفور. تأخرت في ذلك اليوم من الوصول إلى الجسر فإذا بقذيفة تقتل 35 طفلا وامرأة المحتمين بجانبه. سبب الرئيس الخلال ما نطلع الكوبري جيد أولاد خالته حنان، لا منهم جو، نحن كنا بنصبر فيهم إنه ضغط ربنا وقدره إنه أقروا له عشان هم ما يطلعوا من البيت يمشوا لأخوهم. دي الحاجة الرئيسية اللي خلتنا نحن ليوم الليلة عايشين. يحكي هذا الأب بحرقة عن الحادثة البشعة التي أودت بحياة أبرياء، كان من بينهم ابنه. وأنا أكثر زي تعلمته، يعني أنا ولدي يعني زي ما قال الجماعة تعبت بتربيته وقريته ومسكين كان له طموحه، وللأسف إنه قتل غدرا. أنا بقول غدرا والله، زول في بيتهم البيت ينضرب، ما عندنا علاقة بالشيء كان جاري ولا عندنا علاقة بالشيء كان حصل. هكذا سلبت الحرب من سكان نيالا أغلى ما يملكون، فروا من منازلهم دون أمتعة، باتوا يقطعون المسافات البعيدة سيرا على الأقدام. المدنيين والله تعرضوا لجرائم بشعة كبيرة جدا من 15 أبريل إلى أن إلى يوم العهد الماضي، كويس، من القصف ومن القصف المدفعية، وآخرها تم بقصف الطيران. القصف المتبادل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الأحياء السكنية، كويس، أدى إلى تشريد ونزوح يعني آلاف الأسر. تحولت عدة مدن في دارفور إلى أماكن ساكنة بعدما كانت تضج بالحياة، وأصبح الخراب هو السمة الغالبة. ما إن تخمد الحرب بأي مدينة في دارفور حتى تشتعل أخرى، المواطن فقط هو المتضرر الأكبر من هذه النيران. صالح أبو علامة لقناة الحدث إقليم دارفور غربي السودان. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.